خلاص حبكت يعني؟ ما انتيش عارفه تمسكي لسانك حبه؟ ها؟ هو انا لحقت افتح بقي؟ ده انا يا دوبك بقول راضي لقيت دي النار قادت فيها. وتقولي راضي ليه من اساسه؟ اشحال كنت محرجه عليكي ما تجيبيش سيرته. يوه ما هي مسيرها كانت هتعرف. مسيرها هتعرف؟ والنعمه انت بتقولي اي كلام، كانت هتعرف منين يعني؟ كانت هتمشي ورايا ولا كانت هتمشي ورايا؟ بقول لك ايه؟ ما تقعديش تبكتي فيا بقى يا اختي، خلاص هي عدت على خير وخلاص. عدت على خير خلاص؟ اه بتهيألك. تصبحي على خير. انت من اهله يا اختي. ما تفكي بقى، هتفضلي تعمليني جيري كده؟